تكمل الشرح الفورمولا الخاصة باليونيفورم سيريز. Finding P when given A, هذه الحالة الأخرى الخاصة بالدفعات المنتظمة، إذا كان المعطى والمعلوم هو قيمة الدفعة المنتظمة A والمطلوب إيجاد قيمة P. From equation 4-2، المعادلة 4-2 كانت هي خاصة بحساب قيمة F من P، اللي هي F تساوي P في 1 زائد I أس N. وأيضا نستخدم معادلة 4-6 اللي هي خاصة بحساب قيمة F من A. فحنعوض معادلة 4-6 بمعادلة 4-2، فيصير عندنا كالتالي P في 1 زائد I أس N يساوي ال F اللي هي A في 1 زائد I أس N ماينس 1 على I، وبعدين نقسم هذه الطرفين على 1 زائد I أس N، فيصير عندنا ال P تساوي A في 1 زائد I أس N ماينس 1 على I في 1 زائد I أس N. هذه المعادلة 4-8 هي خاصة بحساب قيمة P في حال إذا كانت ال A معلومة. Thus, equation 4-8 is the relation for finding the equivalent present worth as of the beginning of the first period of a uniform series of end of period. فهي هذا نستخدم لتوضيح العلاقة ما بين ال P اللي هي الدفعة المفردة الحالية اللي تدفع في بداية الفترة الأولى. هذا ننتبه، يعني هي ال P هي الدفعة الوحيدة اللي تدفع في بداية الفترة، أما ال A فهي الدفعات اللي تدفع في نهاية كل فترة من الفترات المقرر دفع بها الدفعات المنتظمة ال A. The quantity in the brackets is called uniform series present worth factor. هذا اسم الفاكتور مثل ما أيضا وضحناه بالجدول. عندنا المعادلة 4-9 هي نفس المعادلة بس استخدمنا رمز الفاكتور، فيصير عندنا P يساوي A في الرمز الفاكتور هو P over A، يعني finding P when A is given at interest rate equal I percent at N time periods. الحالة الثالثة بالحالات الأربع الخاصة باليونيفورم سيريز، وهي الحالة الخامسة من الحالات الستة. Finding A when given F، فعندنا هنا راح تكون ال F معلومة لكن المطلوب إيجاده هو A، فراح ناخذ نفس معادلة 4-6 اللي هي كانت خاصة بإيجاد قيمة F لما تكون ال given A، وقلنا نستخدم هنا الانفيرس للفاكتور، مقلوب الفاكتور فيصير عندي ال A يساوي F في I على 1 زائد I أس N ماينس 1. هذه هي المعادلة 4-10. Thus equation 14 is the relation for finding the amount A of a uniform series of cash flows occurring at the end of each of n interest period which would be equivalent to have the same value as the its future worth F occurring at the end of the last period. فإذا هذه المعادلة حتوضح العلاقة ما بين ال A اللي هي الدفعات المنتظمة اللي تدفع في نهاية كل فترة من فترات ال interest period والF اللي هي تدفع في نهاية الفترة الأخيرة، وإحنا نأكد إنه كل الدفعات تدفع في نهاية الفترة المحدد إلها عدا الـ present تدفع في بداية الفترة. The quantity in brackets is called the sinking fund factor. المعادلة 4-11 راح توضح لنا صيغة المعادلة باستخدام اسم الفاكتور أو رمز الفاكتور، فيصير عندي A يساوي F في A over F I percent N. Finding A when given F at interest rate equal I percent at N time periods. الحالة الأخيرة finding A when given P، فهنا حنروح على معادلة 4-8 اللي كانت خاصة بإيجاد قيمة P لما تكون ال A معلومة، ونستخدم الانفيرس للفاكتور، فيصير عندي ال A تساوي P في I في 1 زائد I أس N على 1 زائد I أس N ماينس 1. هذه هي المعادلة 4-12. This equation
4-12 is the relation for finding the amount A of a uniform series of cash flows occurring at the end of each of an interest period, which would be equivalent to have the same values as the present worth P occurring at the beginning of the first period. فإذن هذه المعادلة تربط ما بين أو توجد علاقة ما بين الـ A اللي تدفع في نهاية كل فترة من الفترات المتفق على دفع الدفعات المنتظمة والـ P اللي تدفع في بداية الفترة الأولى. The quantity in brackets is called the capital recovery factor. المعادلة 4-13 توضح المعادلة بصيغة الفاكتور سيمبل، فعندنا A تساوي B في A over P I percent N given finding A when P is given at interest rate equal I percent at N time periods. An example that utilizes the equivalence between present lump sum amount and series of equal uniform annual amounts starting at the end of year 1 and continuing through 4 years is provided in table 4.1 as plan 3. Table 4.1 كان هو في محاضرة الأسبوع الماضي والمحاضرة الماضية لما وضحنا الأربع plans أربع خطط لدفع أو الاسترداد مبلغ مقداره $8,000 كانت هو مبلغ الاستثمار خلال 4 سنوات. فالمثال حناخذه هو البلان 3 من هذه الفور بلانز. كان عندنا مبلغ $8,000 مبلغ الاستثمار هو البريزنت فاليو مدفوعة في بداية السنة الأولى، وكان عندي دفعات منتظمة المفروض تدفع خلال 4 سنوات لاسترداد المبلغ. طبعاً هناك بالتيبل 4.1 انطاني قيمة الدفعات المنتظمة. هنا خلينا نفرض أن الدفعات المنتظمة غير معلومة وأنا أريد أوجدها حتى نتأكد من الحساب، فراح نشوف أنه هنا الحالة عندي هي finding A when P is given، الـ P هي 8000 ونستخدم الفاكتور هو A على P، الـ interest rate 10% كانت محددة والـ number of years أيضا 4 أيضا محددة يعني هاي معطات. فالفاكتور طبعا هذا رمز الفاكتور، فاكتور عندكم بالمعادلة 4-13، فيصير عندي الـ A تساوي 8000 في قيمة الفاكتور بعد ما حسبناه 0.3155 بعد ما عوضنا الـ 10% يعني نعوض 0.1 بدل كل I والـ N عوضها 4، يطلع عندي مبلغ 2524. هذا هو اللي حدده بالخطة 3. إذا ترجعون إلى خطة 3 حتشوفون مبلغ محدد بوقتها ما قلنا شلون حددنا، هي هاي الطريقة اللي حددوا بيها قيمة القسط. المفروض إذا أدفع أنا 2524 كل سنة، فبنهاية الأربع سنوات تكون إحنا استردينا مبلغ 8000 كامل مضاف إلى مبلغ الفوائد كاملة.